وصفتنا لليوم المطبق الحلو والمالح. خلونا نتابع مع بعضنا الوصفة. هلا والله ومرحبا. أول شيء راح أبدأ فيه عجينة المطبق. راح نحتاج 3 أكواب دقيق، وراح نحتاج 2 إلى 3 ملاعق زيت، ورشة ملح، والموية راح نضيفها بالتدريج. راح أضيف الآن الملح، 3 ملاعق من الزيت النباتي. الآن نبدأ نضيف الموية بشكل تدريجي، وبعد كذا نعجن إلى ما نوصل للقوام اللي نبغاه. نخليها كذا نص ساعة ترتاح. بعد ما ارتاحت العجينة نبدأ نقرصها على شكل دوائر بالشكل هذا، وراح ندهن الوجه زيت ونخليها ترتاح ربع ساعة تقريبا. لما ترتاح معنا العجينة راح نبدأ في الحشوتين اللي راح نسويها. أول شيء بسوي حشوة الخضار اللي عبارة عن كراث وبصل أخضر، وراح أحط معاهم البيضتين، وبالنسبة للبهارات هو ملح وفلفل أسود وكمون. راح نقطع الخضار، حشوة المطبق الحلو عندي قشطة وعندي هنا سكر وموز. راح أهرس الموز وأحط فوقه القشطة السكر، وتقدروا تستبدلوا السكر بعسل. بعد ما ارتاحت العجينة نظفنا المكان طبعا ودهناه بالزيت لأجل ان احنا نقدر نفرد العجين. بعد ما فردناها بالشكل هذا شايفين كيف، بحيث انه يكون شفاف يوضح الشيء اللي تحت، راح نضيف عجينة المطبق اللي تيجي جاهزة في اي سوبر ماركت تحصلونها او اي مخبز. نحطها بالشكل هذا ونحط الحشوة هنا، وبعدين نبدأ نطبق العجينة عليها. بعد ما نحمي سواء صينية أو صاج اللي عندك ونحط عليه شوية زيت، نبدأ ننزل على طول بالمطبق. وبنعرف أنه بدأ يستوي إذا كان مع الأطراف هنا بدأ يتحول لونه للون الذهبي، نقوم نقلبه على الوجه الثاني.